سيدي هنايا كانوا والدينا جدود جدودنا هما ساكنين هنايا 260 عام هما 360 عام هما هنايا. دابا جا المشروع، ما حنا ما منعناهمش من المشروع، ديورنا بعاد منهم، ما عطاونا مهله، ما عطاونا حتى شي حاجه، حوايجنا هما مشردين في الزنقه، حنا مرميين. قالك هادشي تنفذ من عند سيدنا، سيدنا غيدير شعبو بحال هكا؟ ما عطاونا. الوالده عندي مريضه، والاختي عندي معاقه، هما الناس كسابه وفلاحه، ما عندهمش شي مصير اللي غيمشيو ليه، ما عطاوهم فلوس وما عطاوهم شي حاجه تعطاوهم شي رخص باش يمشيو يبنيو. قال لهم سيروا هزوا حوايجكم، سير الله يعاون عونكم. عطاونا بالوعود كل شهر، من شهر 6 وهما غنعطيوكم، شهر 7 نعطيوكم، شهر 7 8 نعطيوكم، شهر 9 نعطيوكم. داروا معاهم حتى شهر 10 في 20 شهر. حنا حبسوهم الورثه وناضوا، ناضوا الورثه حبسوهم. خويا حيد استاذ عليهم، قال لهم انا غنحيد المسؤوليه عليا. هاد الناس انا شنو كاين؟ راه ما كاينش الميزانيه. قالوا لكم قالوا لكم هضر مع الورثه باش هما يتواصلوا معاهم. داروا اجتماعات، ناضوا من جاو عندنا هنا، اعتقلوا خوتي واعتقلوا الاخ ديالي المحامي ولد القانون، ما عمرهم علمونا. قال لك جاو هدموا لي دار عمي من قبل منهم شعبان، هدر عمي هدموا لي هاد الديور اللي هنا، ما عطاهم حتى شي حاجه. هما مشردين هما مشردين في الزنقه، في الزنقه باقي ما عطاهم لا فلوس. باغيين حنا رزقنا ويعطونا رخص ارضنا. حنا تنطلبوا من سيدنا يشوف في هاد المواطنين، يشوف في شعبه. احنا والدينا هما اللي كانوا تيمونوا جوج التحرير، وما كانوا تيطلبوا منا حتى شي حاجه. حنا ما خدامين، ما ردامين، خوتنا ما عندهم حتى مهن، عندهم كسيبه وعندهم فلاحه. هذا الشيء ماشي تسوقوا باش ياكلوا وباش يعيشوا. حيدوا لهم الخيل، حيدوا لهم الكسيبه، حيدوا فين غيمشيو هاد الناس؟ غيمشيو للشارع؟ غيمشيو للمدينه؟ عندهم شي مهنه؟ ريبوا لنا الديور ديالنا هذه تقريبا واحد 6 شهور ولا 7 شهور، ما شلنا منهم والو. تيقول لنا فلوسكم راه محطوطين، ما تنمشيو ما تلقاو حتى شي حاجه. دابا راه جاو هاد الدار ديال ولد عمي، هما غادي يريبوها له دابا، وما عندهم فين يمشي. حوايج عبر ملوحين، ها هما قدام كتشوف فيهم. وكنطلبوا حنا من سيدنا نصره الله يشد لنا حقنا، ما قام حتى واحد ما استفد. بقنا هكاك على الله. الناس راه كاين اللي مشرد، ولادي انا جوج بعدا مشردين غير بشي برارك الفوق، و فسله جديده تما بشي عروبيه، وانا عاوتاني حوايجي غير بشي كراج حاطهم هنا في القريه، والمهم مشردين وصافي. والمهنه ديالنا فلاحه، وكانوا عندنا الخيل، الخيل راه صدرناهم بسيدي حميده تما عند الناس. وواحد عاود عندي راه مات، والدراري كلهم مشتين. ودابا ها الحوايج ديال ولد عمي ها هما فين مشتين. ما عالمنا، ما قالنا لا هزوا حوايج ولا هزوا حتى شي حاجه. حوايجنا في الزنقه، امي راه عندها القلب، انا مريضه فيا السكر، خوتي خويا اللي محامي راه داو البوليس ما خلاوش باش يهضر هنا، ما يحضرش. وخوتي اخرين واحد راه كان مع فين مشى، عمامي ريبوا ليهم 7 شهور هادي، ما عطاوهم فلوس، ما عطاوهم تعويض، ما عطاوهم حتى شي حاجه. حنا ماشي ضد المشروع، حنا مع المشروع، يعطيونا التقويم ديالنا، يقومونا ويخلصونا في ديورنا، نتعوضوا ما معوضينش. جاو حتى عيطوا، حتى جات القوه، قوة راه من اللور ومن القدام، الدنيا راه عامره، ما خلاوناش بعدا كاع ندخلوا لدارنا، حبسونا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.